نحمي غدا وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي نقضي على الشروط وننشر السلام نحيا بزهو وسرور في حب ووئام هيا بنا هيا بنا يا رفاق هيا يا أصحاب بعزمنا وبأسنا نذلل الصعاب ساعدي ساعدك نساعد الجميع سسكي قوتك قوة الجميع نقضي بها على الأشرار وننصر الأخيار قم رايك بيدي قم نحمي غدا وغدي نفتدي أرضنا بالدماء نفتدي سسوكي هذا هو الجبل الشهير إيه المعلم الأبيض دعني أعيد ما قلت إذا سندتنا في هذه الحرب المميتة سنعطيك كل ما تطلب سنمنحك لقب قائد أنا لا أنوي إطلاقا محالفة السفاحين أمثالكم تقتلون الناس للوصول إلى مآربكم الرخيصة اذهب وقل ذلك لكاوا بما أنك على اطلاع بأهدافنا لم يعد لي المجال لتركك حيا سأقتلك تدخل أنت من هذا يا معلمي؟ إنه هانزو هاتوري من مدرسة الإيجا نينجا إنه يسعى بكل الطرق وراء المال والسلطة ولكنه لن يفلح اسكت إن اسم إيجا سيعم البلاد بأسرها أما أنتم يا جماعة الكوغا سنقضي عليكم إنه فن الأفعى النارية لمدرسة الإيكا وأجابه بفن الرياح لمدرسة الكوغا الرياح ما هذا؟ الأزهار
ساسوكي انتظر قليلا. لن يفلت مني دون حساب. صعلوك. اوصل الالاعيب سكرة. يا ويلي ماذا حصل؟ انت قادر على بعض الالاعيب الصغيرة، اما الان خذ هذه اللعبة الصغيرة، حيلة الافعى. أرأيت أنا كي أنتصر أستعمل كل حيلة قذرة، هكذا تعلمت في مدرسة الإيجا. انتظر ساسوكي. إنه ولد متهور، سأذهب للبحث عنه. بالرغم من انه يتلقى تدريبا عاليا بفن النينجا، ما زال ساسوكي ولدا وهو يفشل دائما. ساسوكي، ما رايك بهذه للعشاء؟ إن شخصا عاديا ما كان بقي على قيد الحياة ولم يصب بأي أذى. أنا تدربت جيدا يا معلمي، حان الوقت لكي تعطيني شهادة، ما رأيك؟ ماذا تقول؟ أنت مغرور، يلزمك بعد 10 سنوات من التدريب لتحصل على الشهادة. إني قلق كثيرا. ما الذي يقلقك؟ معلمي انظر هناك، إنها نجمة سيارة ولكن لونها غريب. الحرب الأهلية، إذن ستنقسم اليابان إلى قسمين. الحرب سأطيح بالأعداء، 100 منهم عيد، سأقطعهم. ارمني. أنا قادر على ذلك، أليس كذلك يا معلمي؟ أنت أحمق. ساسوكي، أنا لم أعلمك فن الاختفاء والتحويل كل هذه السنين حتى تغتل الناس وتؤذيهم، أنا لم أعلمك ذلك أبدا، لم أعلمك ذلك. أرجوك يا شيري، أرجوك، أنا أكرهك. انتظري، ماذا فعلت؟ أنا أعرف كيف لا أستعمل فن النينجا لسرقة الناس، ولكن この世で一番愛する人の幸せ笑顔守るためだから. لقد تحملت كل شيء كي أصبح قويا، لما لا أقدر على الخروج إلى ساحة القتال لأختبر قوتي ولو مرة واحدة؟ على بد أن أحاول. حسنا، علي أولا أن أتخلص من هذا الحبل، عندي فكرة. سيك 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 سيك، تعالي أيتها الفأرة، عندي لك شيء لذيذ. اقتربي، هيا اقطعي الحبل الآن.
ناسوكي. دعيه يذهب، دعيه ليرى بعينيه بشاعة الحرب التي لا ترحم أحدا. لكن ساسوكي، كورو هيا خذني إلى مكان الحرب. من منظر كورو، اقترب من هذا المكان بسرعة. هيا اقترب. لا أريد أن أموت. هذه هي الحرب أيضا، ما أبشعها ما أبشعها. معلمي سامحني، لقد كنت مخطئا. وماذا رأيت بالضبط؟ الحرب في السكيجارة. ماذا؟ أعتقد أنه من الأفضل أن لا أصبح مقاتلا. لقد تدربت بعناء كي أصبح من أقوى المحاربين، ولكني لا أريد قتل الآخرين. ساسوكي أخيرا فهمت، وموقفك هذا هو الروح الحقيقية لتعليم مدرسة الكوغا. نعم معلمي. اتبعني ساسوكي، انظر، هذه مخطوطة تحتوي على مبادئ الكوغا السرية. ولكن يا سيدي انا لست شديرا للاطلاع عليها، كما اني خسرت امامها. صحيح ان خبرتك لم تكتمل بعد، لكنك ذو قلب كبير، وهذه الطيبة ستجعل منك مقاتلا عظيما. حتى عندما تغادر هذا الجبل تابع تمارينك من فن الخشب والنار والتراب والحديد والماء، ثم خذ هذه الرسالة واذهب لزيارة القائد سنادا في قصر ويدا. القائد سنادا؟ شكرا يا معلمي، وداعا يا شيري. انتبه لنفسك، لا تأكل كثيرا. بلغ تحياتي إلى والدتك. طبعا، الوداع. الحرب الحرب. حرب اين؟ في قصر ويدا. ها؟ في قصر القائد سنادا؟ بالضبط، ان قوات الكاوة تحاصر القصر من كل جانب، وغدا ستسيل الدماء وحتى الركب. الحرب الحرب. القائد كاوة، شكرا لله على عودة ساسوكي، اتوسل اليك ان تصونه وترعاه. أريد أن أخبرك شيئا. اسمع، لقد توفي والدك نتيجة لتدخله في معركة. كنت ما زلت طفلا، كان من محاربي الساموراي، لكنه كان يكره العنف والقتل. ولكن في يوم من الأيام زوجي كان يريدك أن تنمو وتكبر لتصبح كريما وقويا. والدي مات بسبب الحرب. انقضت 10 سنوات وها هي اليوم، حرب جديدة ستندلع. لا أريد أن أفقدك أنت أيضا يا بني. لم يبق لي سواك. لا عليك يا أمي، سأحاول منع الحرب بواسطة الفنون التي تعلمتها. لقد شبعت، لا أحد يطبخ مثلك يا أمي. كفاك مديحا. سمعت أن القائد في ويدا يمر بمأزق حرج. القائد سنادا من الساموراي، وإذا هاجمته قوات الكاوة فسيقاوم. ساسوكي لا تدع الإشاعات تؤثر على تفكيرك، لما لا تذهب وتتأكد بنفسك؟ معك حق، فأنا من جنود النينجا. إذا كانت هذه إرادة المعلم الأبيض فلابد أن لها ما يبررها. حسنا، سأذهب لألقي نظرة.
منهم تماما. يجب أن أقترب أكثر. يا رجال انتبهوا، جواسيس العدو موجودون في كل مكان، انتبهوا جيدا. أين أنت ذهب يا ولد؟ إلى أين أنت ذهب؟ أريد أن أرى القائد. القائد يعقد اجتماعا مهما جدا. حسنا. أنت تدغدغني. وأنا بن شقي، أوقف هذا الولد، إنه مشبوه. يا ولد أنا جنب الحديدي سأقبض عليك. أقبض عليك. جنب أحمق، تعال أقبض علي إن استطعت. جنب الحديدي قوتي تعادل قوة 300 رجل من رجالي. اقبض علي أيضا. قبض علي. أغبياء. علينا أن نخاطر بحياتنا من أجل هذا القصر، يجب أن نسبق العدو حتى ولو كان عدده مليونا. أنا أوافق، أوافق تماما. سيدي سأكون أنا في المقدمة. اسمعوا جيدا، غدا نفتح أبواب القصر ونسلمه للأعداء. اذهب وقل ذلك لكاوا إننا قررنا عدم القتال. هذا جبن، هذا ضعف. لا أقدر أن أخاطر بحياتي هذا العدد من رجالي من أجل هذا القصر وحده. لا أعتقد أن الشجاعة في الاقتتال فقط. أحسنت. أنا ساسوكي، لست عدوا، لست عدوا. ساسوكي قائد سنادا، أنا معجب بك. من الآن وصاعدا اعتبرني أحد أتباعك، تفضل. ها؟ من المعلم الأبيض؟ امسكوه، امسكوه أيها الوغدة. هذا أنت، منذ اليوم أصبحنا أصدقاء. نتصافح وإذا نجنبه. لن تغدر بي مرة أخرى. كفى ساسوكي الآن من أتباعي. سيدي إنه إذن قوتنا ما عندك 1000 رجل. يعجبني أسلوبك في الكلام. إياك والنوايا السيئة. هيا استعدوا لتسليم القصر للعدو. أعتقد بأني سأكون محظوظا. لا يريدون القتال؟ لن أحصل إذن على نصر جديد. ماذا عن المال الذي وعدتني به؟ أعطني ماله. خذ هذا المال الذي وعدك به. خدعتني. عندي شعور بأن سنادى سيكون لنا مصدرا دائما للإزعاج. أعتقد هذا سأتخلص منه. إلى الجحيم يا سنادى. سألقنهم درسا. قائد سنادى، هذه نهايتك. تقدموا إن كنتم شجعاء، تقدموا. سوف ترى هجوم.
ايه هتابع اللعب؟ تابع اللعب وتحملوا ألم الحراك. انظروا انظروا ورانا انظروا. يا صعاليك سأريكم فن الفوق الحقيقي. تحترون أنت شاطر جدا يا ساسوكي. ساسوكي يا أوغاد كوغا، سأرد لكم الكيل كيلين، سأرد لكم. عصابة المئة إيجا نينجا ستواكبهم حتى الجحيم. استعد يا إيجا نينجا، استعد.